الشيخ نصف يعني إبراهيم البجول إمام. يأتي إيه؟ معرض إيه؟ خلاص هتدري في كتاب إذا أتى يعني. وفي طلعة قديمة موجودة في المغرب، طبعة المغرب اللي هي بتاعت المحقق نفسه، نفس المحقق هو اللي حقق طبعة المغرب، هم زي ما تقول خدوا منه إذن للطبع وطبعوا الطبعة الجديدة. المحقق بتاعه مغربي مغربي، مش عارف والله، ما دي عايزة بحث بقى، هل الطبعة دي جت مصر أم ما زالت في المغرب؟ وكمان مش عارف وزارة الأوقاف المغربية طبعته برضه يعني نفس الطبعة بتاعت ال نفس الشخص طبعه في يعني احد الجهات المغربية اللي موجود فيها، احد الجهات المغربية اللي موجود فيها الكتاب، احد جهات وزارة الاوقاف المغربية او حاجة طبعته، غير ان هو طبعه في مكتبة هناك ده في المغرب. هل وصل مصر من المغرب ولا لا؟ الصوت وصل للمكنة خلاص كفاية، والعدد قليل والوقت صغير يعني حجمه صغير. الشيء دايما المحترم تقول حجمه صغير، يعني مش شيء مصحف صغير، تقول مصحف حجمه صغير وكذا كتب العلم. وقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم وأبجل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبائنا ولكل من له فضل علينا ولسائر المسلمين وعامتهم أجمعين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم العلي العظيم. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، اللهم ارض عنا برضاك وزيننا بتقواك، اللهم اهدنا بهديك وأفض علينا من فضلك وأنزل علينا من بركتك وابسط لنا من رزقك وأمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم أمدنا بما أمددت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وآله وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وتفضلك علينا وكرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وأنعم، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين لفضيلة الإمام العلامة إحسان محمد دحلان على منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبيد الأقوياء وبضاعة الأولياء وطريق الأبقياء وقسمة الأعزة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار، وهي سبيل السعادة ومنهاج الجنة. قال الله تعالى: وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. هذا في بيان صفات العبادة ومميزاتها. وفضائلها. وبعدين ابتدى يتكلم عن معنى آخر، ثم إننا نظرنا فيها وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني السالكين، فإذا هي طريق وعظ، يبقى ده ما يعتري العبادة من المشاقات والموانع. ثم إن نظرنا فيها أي في العبادة وتأملنا طريقها من مبادئها إلى مقاصدها التي هي أماني السالكين، فإذا هي طريق وعر وسبيل صعب، كثيرة العقبات، شديدة المشقات، بعيدة المسافات، عظيمة الآفات، كثيرة العوائق والموانع، حفيفة المهالك والمقاطع، غزيرة الأعداء والقطاع، عزيزة الأشياء والأتباع. وهكذا يجب أن تكون، لأنها طريق الجنة. فيصير هذا تصديقا لما قاله صلى الله عليه وسلم: الجنة حفت بالمكاره، ألا وإن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الجنة حزن بربوة، ألا وإن النار سهل بسهوة. ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف. صفات العبد المأمور بالعبادة: ألا ثم مع ذلك كله، مع الموانع دي والعقبات، ثم مع ذلك كله فإن العبد ضعيف والزمان صعب وأمر الدين متراجع والفراغ قليل والشغل كثير والعمر قصير وفي العمل تقصير والناقد بصير والأجل قريب والسفر بعيد والطاعة هي الزاد فلا بد منها وهي فائتة فلا مرد لها، فمن ظفر بها فقد فاز وسعد أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن فاته ذلك خسر مع الخاسرين وهلك مع الهالكين. فصار هذا الخطب إذن والله معضلا،
والأمر عظيم. فلذلك عز من يقصد هذا الطريق وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود ويظفر بالمطلوب، وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته، ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته. فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين برحمته. آمين يا رب العالمين. احنا وقفنا فمن ظفر، قال فمن ظفر أي حصل تلك الطاعة بقسميها أي الباطن والظاهر، ونال بها في الدنيا فقد فاز، ونال بها في الدنيا فقد فاز أي نجا من العذاب وسعد بلقاء الله تعالى في الجنة مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، وإليه يرشد قوله تعالى نعيما وملكا كبيرا. قال فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يبقى الفوز أن تزحزح عن النار، وده معنى أنه أدى العبادة فأدى ذلك إلى أنه أصبح مزحزحا عن النار. فقد فاز أي نجا من العذاب وسعد بلقاء الله تعالى في الجنة مع الملك الكبير والنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، لا يحول أي لا يتحول، ولا يزول أي لا يمحى. وإليه يرشد قوله تعالى نعيما وملكا كبيرا، أبد الآبدين ظرف زمان لسعدة، وسعد أبد الآبدين هذا ظرف زمان لكلمة سعد للفعل سعد، وفيه مبالغة في التأبيد لا مانع، لكن ما فيش مبالغة في التأبيد، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ها والذي بنفسي بيده إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. ودهر الداهرين، فالأبد والدهر قيل معناهما واحد كما في المختار، فالعطف يشبه أن يكون مرادفا، وقول بعضهم يشبه أن يكون تفسيرا ففيه شيء، لأن عطف التفسير ضابطه أن يكون الثاني أوضح من الأول كما قاله العلامة يوسف في حواشي العشماوية، مع أن الأول هنا أوضح من الثاني فليتأمل. طيب. قال فقد فاز أبد الآبدين ودهر الداهرين، فالأبد والدهر قيل معناهما واحد كما في المختار، في مختار الصحاح إن الأبد مرادفة لإيل الدهر، فالعطف يشبه أن يكون مرادفا، عطف ترادف يعني، وقول بعضهم يشبه أن يكون تفسيرا ففيه شيء، نقول إيه إن دهر الداهرين تفسير لأبد الآبدين، بعضهم قال كده، وهذا التفسير فيه شيء، لأن عطف التفسير ضابطه أن يكون الثاني أوضح من الأول كما قاله العلامة يوسف في حواشي العشماوية، ولكن الأبد أوضح من الظهر بالنسبة للإيه ما لا نهاية له. أبد الآبدين مقصد الأول أبد الآبدين، والثاني دهر الداهرين، فدهر الداهرين يكاد يكون أصعب في إدراك المعنى من أبد الآبدين، لذلك قال القول في أنه عطف تفسير فيه شيء، لأن عطف التفسير ضرره أن يكون الثاني اللي هو دهر الداهرين أوضح من الأول، وهنا اللي حصل العكس، الأبد معروف لكن الدهر مش معروف، بل الدهر فيه له معاني كثيرة، خلاص الدهر هو الزمن مطلقا، خلاص كما ورد في الحديث. مع أن الأول هنا أوضح من الثاني فليتأمل. طيب، لكن قول نوع عطف تفسير عطف مرادفة هو ده الأولى يعني. ماشي.
ومن فتاه ذلك أي المذكور من الطاعة كما مر فقد خسر. من فتاه ذلك أي فاتته الطاعة، فاتته الطاعة. ها؟ ومن فتاه ذلك أي المذكور من الطاعة كما مر فقد خسر بالبعد من الله تعالى مع الأنكال والأغلال والعذاب الأليم في دركات الجحيم، كما أشار إليه قوله تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم. قال فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان والهوى والنفس، لهم الأربعة أعداء الدنيا والشيطان والهوى والنفس، الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم مع غفلتهم طبعا عن العبادة، بل مع غفلتهم عن الواجبات. لأن هنا المقصود هنا أن احنا بنقول الخسران ده متفاوت جدا، ففي الخسران بعدم الاتيان بالواجبات او باقتحام المعاصي يبقى ده خسران فيه عذاب، يبقى ده خسران مبين. لكن ممكن واحد يكون بيؤدي ما عليه من الاركان، ده ناجي، ما نقدرش نقول عليه انه خسر مع الخاسرين، الا انه عمل ايه در انه كما قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين، فالمقرب بينظر الى ما يعمله البار على انه سيئه خلاص. اللي بيأتي الأركان بس ده ومعدي وهينجو وكل حاجة، لكن مش هيبقى مع الأبرار أو الصديقين أو المقربين، ماشي. فالخسران إما خسران كما يأتي في الحديث أن إيه، كما ورد حديث يقول إيه أن أهل الجنة ها يندمون على ساعة لم يذكرون الله تعالى فيها في الدنيا. فبيندم اهو اهل الجنة ساعة مرت دي لم يذكر الله تعالى، الا انه خسران دون خسران. لكن اللي بيقصر في الطاعات ده او هنا الهته الدنيا عن اخرته فقد خسر مع الخاسرين وهم المغرورون بالدنيا والشيطان أي والنفس والهوى الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم. وهلك مع الهالكين في النار والعياذ بالله تعالى كذلك، أي أبد الآبدين ودهر الداهرين. فصار هذا الخطب لهذا الشأن الذي ورد فيما سبق، صار هذا الخطب وهو العظيم من الأمور، الخطب الشيء العظيم من الأمور كما قاله الزبيدي. والمراد هنا الاشتغال بأعمال الآخرة والإعراض عن أعمال الدنيا كما في سراج السالكين والشرح الذي سبق به أحد الشيخ المصنف شرح منهاج العابدين في كتاب سراج السالكين. فصار هذا الخطب إذن أي إذا كان العبد ضعيفا، وإذا هنا بالتنوين عوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها كقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وإلحاقا بإذ في جواز ذلك كما ذكره العلامة الصبان في حواشي الأشنوني على الكافيجي، وفيه أقوال كثيرة كما هو مقرر في محله. كلمة إذن قال فصار هذا الخطب أي لما سبق من شأن الطاعة وعظمتها وشأن الطريق فعل الطاعة وما هناك من الشواغل والقواطع عنها وشأن المترتب على العبد من القصور والضعف وشأن هذا الأمر مما يترتب عليه من الهلاك أو النجاة لهذه الأمور. إذن صار هذا الخطب أي الشأن العظيم إذن أي إذن هنا أي إذن إذا كان العبد ضعيفا، إذن أي إذا كان العبد ضعيفا، وإذن هنا بالتنوين عوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها، يعني إيه كأن إذن هي بمعنى إذا كان العبد ضعيفا، فالجملة مضافة لإذا كان العبد ضعيفا
وإذا هنا بالتنوين وعوضا عن لفظ الجملة المضاف إليها أي مقدرة، لأي كان العبد ضعيفا، كقوله تعالى ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، وإلحاقا بإذ في جواز ذلك كما ذكره العلامة الصبان في حواشي الأشموني عن الكافيجي. الكافيجي هذا من العلماء الأكابر بتوع أصول الفقه، وكان يحفظ الكافية الشافية لابن الحاجب فسمي الكافيجي لأنه كان يحفظه. وفيه أقوال كثيرة كما هو مقرر في محله، فصار هذا الخطب إذن والله معضلا، والله العظيم ولفظ الجلالة بجر واو القسم، هذا الإمام أقسم والله معضلا، الواو واو القسم، ولذلك ما تلاقي والمرسلات عرفة، أي حرف واو تجده في القرآن في بداية السور أو في بداية الآيات غالبا ما يكون إيه حرف القسم أن الله تعالى يقسم. وهنا الشيخ أقسم بالله والله لعظيم، ولفظ الجلالة يجر بواو القسم معضلا بفتح الضاد وكسرها، معضلا ومعضلا أي أمرا شاقا لا يهتدي لوجهه كما في المختار، لا يهتدى لوجهه كما في المختار، معضلا الأمر الشاق أو معضلا، معضل أي هو في نفسه مستصعب، ومعضل أي هو صعب أيضا، أي أمرا شاقا لا يهتدى لوجهه كما في المختار. وقد صار الخطر في هذا الأمر أي أمر العبادة عظيما، والخطر عظيما، وقد صار الخطر في هذا الأمر أي أمر العبادة عظيما، الخطر بفتح الخاء والطاء في الأصل الإشراف على الهلاك وخوف التلف، قالوا هو على خطر عظيم، ثم سمي كل أمر عظيم خطرا، خطرا لذلك كما قاله الزبيدي. والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأمر العظيم، قال فصار هذا الخطب إذن والله معضلا والخطر عظيما، الخطر بفتح الخاء والطاء في الأصل الإشراف على الهلاك وخوف التلف، قالوا هو على خطر عظيم أي أشرف على الهلاك أو إيه وصل لحالة قد يتلف فيها، ثم سمي كل أمر عظيم خطرا لذلك، قال لذلك كما قاله الزبيدي، كأنه ينقل من الشيخ الزبيدي في إيه الإتحاف، إتحاف السادة المتقين، أو ينقل منه في الإيه في كتابه في اللغة والمعجم الكبير الذي كتبه في اللغة. والمراد هنا المشقة المترتبة على هذا الأمر العظيم أمر العبادة، فلذلك أي المذكور من سيرورة الخطب والخطر معضلا وعظيما، فلذلك عز من يقصد هذا الطريق، ابتدى يصف إيه إعراض الناس بسبب الأعداء الأربعة عن العبادة، الهوى والنفس والشيطان والدنيا، فصار عز من يقصد هذا الطريق، فلذلك أي المذكور من سيرورة الخطب والخطر معضلا وعظيما، عز أي قل وندر من يقصد هذا الطريق أي طريق العبادة، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه. طيب يبقى عز الأول ندر من يسلك طريق العبادة، الثاني ندر من القاصدين من يسلك، الأول إعراض الناس عن العبادة مطلقا، ثاني حاجة ناس أقبلت على العبادة دول أقل ندر خلاص، ثم عز من القاصدين من يسلكه أي قل وندر من يقصد هذا الطريق أي طريق العبادة، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين أي السائرين في هذا الطريق طريق العبادة من يصل إلى المقصود الذي هو القرب من الله تعالى والترقي إلى جوار الملأ الأعلى من الملائكة والمقربين من عباده، المقصود هو القرب من الله تعالى
بل قد لا يدرك المقصود أصلا، يكون ملتفت عن المقصود، هو قائم بالعبادة لكن في ظاهرها التي التي تجعله ينجو فقط، لكن لم يلتفت إلى المقام الأعلى أن يكون في جوار رب العالمين مع سيد المرسلين، ده المقام الأعلى. إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى. فأولا طائفة نوت العبادة، ودي عزيزة، في طائفة ما نوتش خالص، الأكثر لم ينو، وقليل من عبادي الشكور، خلاص. وبعدين من دول بقى عز من قصد أنه يتعبد، وعز من القاصدين دول من يسلك الطريق، خلاص. ثم عز من السالكين من يصل إلى المقصود، قلنا المقصود الذي هو القرب من الله تعالى والترقي في جوار الملأ الأعلى مع الملائكة، من الملائكة والمقربين من عباده سبحانه وتعالى، ويظفر بالمطلوب، وهي العبادة، وهي السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها. المطلوب إيه؟ السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها. واعلم أنه ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العبارة التنفير من المجاهدة من مجاهدة النفس، بل هي مأمور بها ممدوح عليها، سلك أو لم يسلك، لقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنما المقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السنية كما نبه عليه الطحاوي، ماشي، كما نبه عليه الطحاوي في شرح الخريدة، ماشي. واعلم انه ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العبارة التنفير من مجاهدة النفس، بل هي مأمور بها ممدوح عليها، مجاهدة النفس، سلك أو لم يسلك. في جميع الأحوال مجاهدة النفس تكسب الإنسان أحوال عجيبة، كما ورد في ضعيف، يعني رواية ضعيفة كده عن سيدنا عمر بن الخطاب، مجاهدة النفس مطلقا، حتى السيخ وحتى البراهيم وكل الكفر لما بيجاهد نفسه تنتج معاه، ده ربنا جعله سبب في الكون كده، سبب معنوي في الكون. فكان كما ورد في رواية ضعيفة عن سيدنا عمر بن الخطاب، كان في رجل يهودي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ها، يخبر بما وراء الجدران، فهيعمل فتنة في المسلمين، ده بيعرف الحاجات اللي وراء الجدران وغيب ده. فسيدنا عمر استدعاه وقال له: إما أن تسلم أو أقتلك، يعني أنت عامل فتنة في المسلمين فتصرف. فقال: اتركني أسبوعا. فذهب أسبوع ثم رجع إلى سيدنا عمر، كان ممكن يفر ما يرجعش خالص، لكن رجع إلى سيدنا عمر وقال: إيه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: أنت ليه، ما الذي جعلك تسلم؟ قال: الذي السبب في أني أرى ما وراء الجدران أني كلما أمرتني نفسي بشيء خالفتها، كان بيخالف نفسه دايما، أهو دي نوع من التربية، سلك أيضا، إلا أن السلوك ده نتج عنه أن إيه، انكشفت له ما وراء الجدران، أنه كلما تأمر نفس الشيء يخالفه. قال: فعرضت على نفس الإسلام فأبت، فعلمت أنه الحق فأمنت. فإيه؟ فدي إيه؟ أن مخالفة النفس ولو بالتربية كده، ده من أعلى من الجوارح، كما يقول، وذكرنا ذلك ونحفظه، كما يقول سيدنا ابن عجيبة، يقول إيه؟ أن مقدار الذرة من أعمال القلوب يفوق الجبال من أعمال الجوارح، خلاص، تكون أعمال الجوارح أعمالها وأنت غائب عنها، لكن الذرة من أعمال القلوب والحضور مع الله تعالى تعادل الجبال من أعمال الجوارح. لا، يعني قلنا قبل كده مسيح ترسي أمامة قعد في الغابة 7 سنين ما بيشوفش بشر، السيخ والبراهمة بيعملوا نوع من الاعتكاف، ما يطلعش على إنسان يتفكر ويتدبر، فهذا ينتج معه بأثار من نوع الرقة واللطف، ها، إدراك الأشياء،
ساعات تيجي واحد تلاقيه عاصي او ليس على الشرع الشريف وتنكشف له احوال لمجاهده، المجاهده النفسيه دي تنتج كسبب للمسلم والكافر والعاصي والصالح، الا انها في انتاجها مع الصالح بتكون مدد رباني عباره عن كرامه من الله تعالى لذلك الصالح بانه ايه تظهر هذه الاشياء على يديه. اما على الاخرين على الكافر استدراج، ها على العاصي استدراج خلاص. نعم عند المتشبعين عند اهل الاسلام ان دي بتنتج نتيجه ربانيه، لكن خلي بالك ان اي واحد بيفعل شيء في الدنيا كافر او مسلم ربنا بيجازيه ياخذ الثواب، اما الثواب في الدنيا والكافر ليس له ثواب في الاخره، فتلاقيه دايما ايه ياخذ الثواب بتاعه في الدنيا من ذكر حتى بعد موته خلاص. اصحاب المخترعات الذين ماتوا كفارا يذكرون الى الان، فده من نصيبهم في الدنيا خلاص، يبقى حتى هذه يوم القيامه ليس له شيء خلاص، من باب كمال عدل الله تعالى ماشي. اما المسلم بيقول لك ان بيبقى ده نوع بقى ايه ان على صله بالله تعالى، فيكون مدد اكبر، الايمان والاطمئنان بالله اكبر، لكن الكافر ما عندوش حاجات دي، لكن كاسباب بتنتج، اما ياخذ السبب يتفرغ ينتج تنتج معه. بعد كان بعض البراهمه تدخل عليه يقول لك انت بتفكر في ايه، هي دي ايمان بالله؟ الايمان معروف واضح مهما ظهر على يديه فدي فتنة لي، وهتيجي رسالة من الله تعالى بالإيمان أو يموت على غير علم بدين الإسلام أصلا ولم يصل، والدعوة الدعوة اللافتة للنظر، ها الدعوة بطريقة لافتة للنظر دعوة سليمة، يبقى عند كده يموت يكون أهل فترة. واعلم انه ليس قصد المصنف رحمه الله تعالى بتلك العباره التنفير من مجاهده النفس، بل مامور بها ممدوح عليها سلك او لم يسلك مجاهده النفس، حتى العوام، بس العوام ما يكونش عندهم لانهم لم يحدث عندهم نوع من العوام، غالب العوام يحصل عنده ايه الا من يعني اختاره الله تعالى ان لا يميز ان داخله اربعه اعداء، النفس والهوى والشيطان والدنيا، دول اربع اعداء، لا ده هو عنده طاعه كامله للاربع اعداء دول بدون التفات، ها لان هم دول اعداء اللي داخل نفسه، واضح ده غالب العوام كده، لكن اللي عنده نوع من اليقظه بيعرف ان في اعداء عنده ولازم يجاهد نفسه ويجاهد هواه يجاهد شيطانه يجاهد دنياه، فانما تسيطرش عليه هي شغله ليل نهار، لقوله تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. طيب خاف، الخوف دي صفه قلبيه واضح، وبالتالي ده المعنى ان هو بيقول لك سلك او لم يسلك، اي مراده تحصيل الصفه القلبيه وهي الخوف من الله تعالى. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، اي برضو نهي النفس عن الهوى برضو شيء باطني وليس في الاعمال الظاهره، لكن يترتب عن النهي عن الهوى يظهر ذلك على الجوارح، فإن الجنة هي المأوى. وإنما المقصود زيادة التحريض على تلك المقامات السمية كما نبه عليه الطحاوي في شرح الخليدة، يبقى قصدي نبه عليه الطحاوي الصاوي أيوه كده، مش هي نقطة زيادة الصاوي، هي الحبر بس زاد في الطبع فعمل عين او حف، هي الصاوي في شرح دون ايه دون ممكن العبد العام يمكن يحصل له كده، بيتقي الله قدر الامكان ويسمع القران يخشع ويبكي، ها بل بالعكس ما قد لا يكون بيعرف يقرا ويكتب، ما يحصل عنده كده نوع من الخشوع ده، يبتدي يحس وبعدين يبتدي يحس بمعنى القران، ها ويحس بالآيات، ها الآيات مثلا ايه لا تجسسوا، ما يجسسش ولا يغتب بعضكم بعضا فما يغتبش، ها مجرد ان يقع عنده احساس بالآيات كده فيبتدي يمتثل لها، فيبقى ده سلك حلو قوي قد كده رب نفسه هو الواحد ربنا رباه خلاص، لكن ليس ذلك الطريق الاكثر او الاغلب، بل الاغلب بل ده نادر ان الانسان يحصل عنده ده، حصل عنده اليقظة، حصل عنده السلوك والمراقبة خلاص، ده كده من الله.
لكن لا طريق الى اليقظه والسلوك من الخطا الا بالاغلب عن طريق التعلم والعلم. خلاص زي قلت لك ان كل الناس غائب عن ان عنده اربعه اعداء. غالب من الناس كده، بل السالكين بل قد يغيب عنه ذلك. وهم اي الواصلون، طيب ياتي بوصف من سلك الطريق. الشيخ بيحث هنا بالعباره دي ليس على ترك الطريق، قال لك لا، بينبهك ان المشقات والعقبات كتير جدا فلا يجعلك ذلك تترك، بل يحثك بكثره ويبين لك الطريق بكثره المشقات. لان واحد ممكن يجد الطريق شق فيترك الطريق كده من الاول، لا، اعلم ان في مشقات وعقبات ستقابلك فعليك ان تعالجها وان تصبر وتصابر وترابط حتى ايه تصل الى مرادك. قال فلذلك عز من يقصد لهذا الطريق، وقل ثم عز من القاصدين من يسلكه، ثم عز من السالكين من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب. وبعد ابتدى يصف ايه الطبقه الاخيره دي اللي هي العزه الاخيره اللي هو ايه من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب. اولئك وقال وهم الاعزه الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعزمته ثم اوصلهم بفضله الى رضوانه وجنته. طيب قال وهم اي الواصلون اللي هي المرحله الاخيره من خلاصه الخلاصه الخلاصه. خلاص نظره النظره النظره او الاعز من الاعز من الاعز. وهم اي الواصلون اللي وصل لهم بانه من يسلكه ثم عز من السالكين من يصل الى المقصود ويظفر بالمطلوب. قال وهم اي الواصلون الاعزه جمع عزيز الذين اصطفاهم الله تعالى اي اختارهم عز وجل اي انفرد بصفه الجلال او غلب لانه قاهر لجميع الاشياء وجل اي اتصف بصفه الداله على العظمه كالقدره والاراده ونحوهما التي لا تماثل وتنزه عما لا يليق به كما قاله العلامه ابن منصور الهدهدي. الله. وهم اي الواصلون الاعزه جمع عزيز، اي دول هم مبتدا واعز خبر، جمع عزيز الذين عزيز برضو بمعنى الندره وبمعنى ايه الارتفاع، الذين اصطفاهم الله اي اختارهم عز وجل. نعرف كلمه عز وجل معناها ايه، عز اي انفرد بصفه الجلال او غلب لانه قاهر لجميع الاشياء، وجل اي اتصف بالصفه الداله على العظمه كالقدره والاراده ونحوهما التي لا تماثل وتنزه عما لا يليق به كما قاله العلامه ابن منصور الهدهدي اي في شرح ام البراهين او شرح الكبرى ماشي في التوحيد. اصطفاهم لمعرفته الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم أو لا يشاركهم فيها غيرهم، وهي أعلى المطالب وأثنى المواهب، وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارهم بوحدانيته بأحديته، وذلك لما أفضى عليه سبحانه وتعالى من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود، فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار. وأما معرفة الله تعالى التي يشترك فيها الخاص والعام بل هي أول الواجبات على كل مكلف، فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما يجب له من إثبات الأمور ونفي الأمور، وهي المعرفة الإيمانية والبرهانية لا الإدراك والإحاطة لامتناعه. فالمعرفة عامة وخاصة، والعامة بها يخرج المكلف عن عهدة الواجب، لكنها ليست مرادة في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا،
بل مراده الخاصة كما هو ظاهر. فالمعرفة الأولى كرؤية نار أو موج بحر، والثانية كالاصطلاء بالنار والغوص في البحر، وهي ثمرة البصيرة والمكاشفة ثم المشاهدة، وكل يحصل له منها ما كتب له كما نبه عليه الكردي ملخصا. قال: لمعرفته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليعرفون، أيوة المعرفة الله قبل العبادة، وإلا لا تصح المعرفة، ها لا تصح العبادة إلا بمعرفة، إلا المعرفة الظاهرة أو الدرجة الأولى من المعرفة. لمعرفته الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، المعرفة إيه اللي هم إيه الأعز الذين اصطفاهم الله عز وجل لمعرفته، اللي هم إيه السالكين من وصل إلى المقصود وظفر بالمطلوب، وهي أعلى المطالب وأثنى المواهب. أثنى أعلى المطالب، أعلى ما يطلبه المؤمن، ها، وأثنى ما يهبه الله تعالى، أي أعلى برضو، ها، ما يهبه الله تعالى لخلقه أن تعرفه. واضح؟ فكلما ازددت المعرفة كلما ازداد الوهب ليك، أصبح إيه يعني العطاء، العطاء من غير مقابل من الله تعالى بالوهب مقابل إيه المعرفة. وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه وتحقق أسرارهم بأحديته، ودي أعلى من تحقق الأسرار بالوحدانية. تحقق الأسرار بالوحدانية، ها، ده من شأن إيه العام، العلم العام بالله تعالى. تحقق الأسرار بالوحدانية أي أن كله لازم يعتقد أن الله واحد، اعتقاد السر في سره في قلبه أن الله واحد. لكن بالأحادية، ها، ده الغياب عن الأكوان، لأن الفرق بين الوحدانية والأحادية أن الوحدانية يراعى فيها وجود الخلق، والأحادية لا يراعى فيها وجود الخلق. واضح؟ الوحدانية يراعى فيها وجود الخلق مع الخالق، لكن الأحادية هي غياب عن المخلوقات، ها، ومراعاة الخلق بس. واضح؟ أنه لا يرى إلا الله، لكن ممكن بعد كده يرى الله مع المخلوقات، يبقى دي وحدانية. خلاص؟ سواء كان رأى المخلوقات قبل الله أو رأى المخلوقات بعد الله، لكن الأحدية ما فيهاش رؤية المخلوقات. مثالها سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المفروض لو واحد بيعذب ويوضع الحجر على جسده، ها، في الحر الشديد في وقت انتصاف النهار، انه يتأوه، لكن هو غاض عن التأوه الى قول احد احد، فدل على الأحدية، غاب عن التأوه وعن الاكوان، ما كان ما فيش ألم، خلاص غاب مع الله، ما كانش يحس بحاجه، رغم ان قالوا ان ظهره ده ما شاء الله يعني كان في ألم شديده جدا وجروح وبتاع، لكن ما كانش يحس بحاجه، فيقول احد احد. يبقى ده مقام الأحدية عند سيدنا ايه بلال، عشان واحد بيقول لك انت بتجيب الحاجات دي منين؟ من سيدنا بلال، مش من بره، كل حاجه من الشرع الشريف. ها، عايز حاجه؟ برضو ايوه، نعم، غير الانوار، انها غاب، انه غاب عن اكوان مع الله تعالى. وغير الاغيار ان يكون، بس هو قصده هنا كمان نفي، طبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم اعلى من كده، خلاص، هو لكن هو قال له لسيدنا ابو الحسن ايه غين انوار وغين اغيار دي، ها، ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث: والذي نفسي بيده انه لا يغان على قلبي، واني لو استغفر الله في اليوم والليله 100 مرة. فسيدنا ابو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه كان لا يغيب الله ولا رسوله عنه في لحظه، حتى قال: لو غاب عني رسول الله لحظة واحدة ما أعددت نفسي من المؤمنين من المسلمين. قال: لو لحظة واحدة غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، أنا مش عارف، ما أعترضش نفسي مسلم. خلاص؟ فما عنده هذا الحال، وبعدين سمع الحديث ده أشكل عليه، قال: لو كان أنا ما بغيبش فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم يصف نفسه بأنه يغان؟ فأتى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا أبا علي، ها، غين أنوار لا غين أسرار.
لا غين أغيار، يعني أنا مش غين بشكل إن الأغيار بتمنعني عن الحضور مع الله تعالى، لا ده أنا غبت مع الله تعالى عن الأكوان. خلاص، غين أنوار لا غين أغيار. غين أنوار يعني إيه؟ أنا دخلت في حضرة الله تعالى ومش ملاحظ الأكوان. وحتى في شرح الحديث ده، في شرح الكلام ده فسروه أي في الأحادية. بس غير الأغيار ده عكسه تماما، وانشغل بالأغيار عن الله تعالى. فبيقول له لا، ما تفتكرش ان انا بيغان علي الغين ها الذي هو ان اغي ان انشغل عن الله، لان ممكن يكون ايه المقصود بالأحادية، لان ممكن يكون ايه منشغل بالله لكن الأكوان ظهر عنه. ولذلك بقوم في تفسير ذلك في شرح هذا عند اهل اللطائف والإشارات، قالوا إنه يستغفر أن للنبي باب واحد والرسول له بابان. النبي له باب واحد على الإيه؟ على الله تعالى، ما ليش باب على الخلق. ده النبي هو غائب، التفت الخلق بس ما إيه يعصي الله ويكفره ها يبقى مضايق أوي، لكن هو أصلا له باب واحد على الله تعالى لأنه غير مأمور بتبليغ الدعوة. النبي واضح، تعريف النبي ايه؟ انسان حر بشر من بني ادم ها اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، ده تعريف النبي. الرسول بقى انسان حر ذكر من بني ادم اوحي اليه بشرع وامر بتكليفه، ده الرسول. خلاص، فالنبي له باب على الله تعالى وليس له باب على الخلق، منشغل بالليل النهار ومش مأمور بان يبلغ. خلاص، الرسول ده له بابان، باب على الخلق وباب على الحق. فلا احيانا نتيجه كثيره لانشغاله، كمال انشغاله بالحق ها يوارب باب الخلق، من باب الخلق ايه لا يكون متوارد مش مقفول، فيظن انه اغلق عليه وقصر في ايه تبليغ الدعوه فيستغفر لذلك. واضح رايح المصطلحات والعبارات الاولى. طيب الحمد لله. أيوه. اما يغيب مع الله تعالى بيفتكر ان هو قصر في حق العباد، لكن ما حصلش ها، ده من باب ايه العظمه لله تعالى وما قضى الله حق قدره. ها سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لو كان بيقول لك سيدنا ابو الحسن واحد من اتباع النبي كان ما بيغيبش، فهو أشكل عليه أنا ما بغيبش، فكيف يكون في عند الرسول صلى الله عليه وسلم غيبة عن الله تعالى؟ فسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أتى له في المنام وبين له ذلك، قال ده غيم أنوار، إن أنا بدخل في الأنوار فيغيب عني ما أمرت لي من تبليغ الدعوة، فأعتقد إني فأظن أني قصرت في تبليغ الدعوة فأستغفر لذلك، لكن ما حصلش منه تقصير ولا حاجة. فلو كان واحد من أمة كده ما بالك هو عليه الصلاة والسلام. وبعدين ده في كتير كده ناس كده، وديت لكم مثال بتاع شيخ الشيخ عادل سيدنا الشيخ نور الدين. نعم، لا الأغيار خلي بالك في مصطلحات كده، الأغيار أي غير الله تعالى. واضح، الأغيار مقصود بها غير الله تعالى، ما سوى الله تعالى. ولذلك قالوا إيه التخلي عن السوى، التخلي عن الأغيار، ده معنى إيه السلوك إلى الله تعالى. لمعرفتي في معرفتين، معرفة عامة ودي جميع المسلمين حتى العصاة. خلاص، ومعرفة خاصة لمعرفة الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، اللي هي الصفوة الصديقين المحبين. خلاص، السالكين الواصلين ها، وايضا السالكين على قدم في ذلك، فلهم قسم من ذلك، من سلك الى الله تعالى بقلبه له قسم من ذلك، من هذا المعنى. الخاصة لمعرفة الخاصة اي المعرفة الخاصة التي لا يشركهم فيها غيرهم، وهي اعلى المطالب واسنى المواهب. اعلى شيء يطلب ان تعرف الله تعالى، واسنى ما يكون وهبك الله تعالى هو ان يهبك معرفته سبحانه وتعالى. وهي ما يقع من تخلي من تجلي الحق، وهي ما يقع من تجلي الحق تعالى لقلوب خواصه
وتحقق أسرارهم بأحديته، وذلك لما أفضى عليهم سبحانه وتعالى، لما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود. يبقى أفاض هنا بدل أفضل، أفاض أي وهب أي من، وهي ما أفاض عليهم سبحانه من أنوار الشهود وأطلعهم عليه من مكنون الوجود. لما بيحصل أنوار الشهود تنكشف له المكنونات والمخبوآت، فينظر إلى حقائق الأمور على الواقع ونفس الأمر وليس على ما ظهر منه، فبينظر وراء ما ظهر، يرى وراء ما ظهر بالانكشاف ده. وأطلعهم عليه من مكنون الوجود فانغمسوا في بحار الأنوار وغرقوا في المعاني والأسرار، غابوا عن الأكوان مع مكون الأكوان سبحانه وتعالى. وأما معرفة الله العامة التي يشترك فيها الخاص والعام، بل هي أولى الواجبات على كل مكلف، ها؟ اللي هي صفات التوحيد وما إلى ذلك. فالمراد بها معرفة وجوده تعالى وما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور، من الصفات الواجبة لله تعالى والصفات المنزهة عنها المولى عز وجل، والصفات الجائزة في حقه، اللي هي القسم الأول من التوحيد، فدي واجبة على كل مكلف، وهي المعرفة الإيمانية والبرهانية، إن بيحتاج فيها برهان ويؤمن. ماشي. لا الإدراك والإحاطة الامتناعي. المعرفة هنا منزه عن الإدراك سبحانه وتعالى، خلاص، لا ليست هناك لا المعرفة الخاصة ولا العامة فيها إدراك، ها، إنما فيها كشف فقط، نوع انكشافات، لأن لا الإدراك والإحاطة لامتناعه، أي في حقه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والإدراك والإحاطة هنا عطف تفسير أو عطف ترادف، إن الإدراك في حق الله تعالى بمعنى الإحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالإحاطة لا تحدث لأحد من المخلوقات لله تعالى، حتى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ولو في القيامة، إنما هو نوع انكشافات للذات العلية المقدسة تختلف من إنسان لإنسان، وأكثر من أصاب تلك الانكشافات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله تعالى، هو أعلم الناس بالله تعالى، وده نوع الانكشاف فقط، لكن ما فيش إدراك بمعنى الإحاطة، لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار، لا تحدث الإدراك مطلقا، لا يحدث الإدراك مطلقا لحد من المخلوقات لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا أنه نوع من الانكشافات أعلم الناس انكشافا، سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. لا الإدراك والإحاطة لامتناعه، أي عقلا وشرعا في حق الله تعالى أن يدركه أو يحيط به خلق من المخلوقات. فالمعرفة عامة وخاصة اسمين يعني، والعامة بها يخرج المكلف عن عهدة الواجب، إذا آمن خلاص خرج من الواجب، لكنها ليست مرادة في كلام المصنف رحمه الله تعالى، بل مراده الخاصة كما هو ظاهر، أي المعرفة الخاصة. فالمعرفة الأولى كرؤية نار أو موج بحر، المعرفة الأولى دي شيء من بعيد، بيبقى فيه ترتيب نظر واستدلال إيمان، ماشي. طب المعرفة بعد دي إنه شاف النار من بعيد أو شاف موج البحر من بعيد. والثانية اللي هي المعرفة الخاصة كالاصطلاء بالنار والغوص في البحر، إن ابتدى الدنيا برد بيستدفئ بالنار، يعني حس بيها بقى، أنا شايفها من بعيد، ده المعرفة العامة. طب لما أنا استدفأت بالنار ده إحساس، وصل لبدني، بس هو بيقرب المعنى يعني، خلاص. كالاستواء بالنار، والغوص في البحر، شايف البحر من بعيد يبقى دي معرفة عامة، غوص في البحر معرفة خاصة، إن لمسه وإحساس بيه، فهو كتشبيه للمعارف يعني. وهي ثمرة البصيرة، المعرفة الخاصة هي ثمرة البصيرة والمكاشفة ثم المشاهدة، في بصيرة الأول بالمجاهدة النفس، وبعدين يحصل نوع من المكاشفة من الله تعالى، وبعدين ربنا ينقلك إلى المشاهدة،
فالمكاشفة والمشاهدة ليست تحصيلية، وإنما عليك إيه الأول أنك تكشف بصيرة قلبك بإيه بالمجاهدة، فيتحقق بعد ذلك أن ينقلك الله تعالى إلى المكاشفة ثم المشاهدة. وكل يحصل له منها أي من المعرفة الخاصة ما كتب له، كما نبه عليه الكردي ملخصا ومحبته، وسيأتي معناها يبقى إيه لمعرفته ومحبته. وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله تعالى عز وجل لمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه ومحبته، وسيأتي معناها وسددهم بتوفيقه وعصمته، أي أرشدهم إلى السداد أي الصواب من القول والعمل، بتوفيقه وعصمته أي حفظهم أي حفظه عن المخالفات. جميل. بحث العصمة، العصمة هذه، العصمة بعض العلماء قال إيه التوفيق، ها خلق القدرة، طبعا ده إيه معروف خلق الله تعالى القدرة في العبد على الطاعة، والعصمة عدم خلق القدرة في العبد، عدم خلق الله تعالى القدرة في العبد على المعصية. فقالوا عدم خلق القدرة في العبد على المعصية ده خاص بالأنبياء، إلا أن نفس لفظ العصمة ممكن نحمله على معنيين. فقالوا إيه العصمة دي لا طريق إنك تقول اللهم اعصمني، بعض العلماء قال كده، وبعضهم قال لا، لأن العصمة منها ما هو واجب وما هو جائز. فالعصمة بمعنى الجائز في حق البشر أن يحفظك من المعصية، طب وفي حق الأنبياء لا، دي العصمة واجبة، فيجوز أنك تقصد المعنى المصطلحي عند بعضهم اللهم اعصمني بعصمتك أي احفظني بحفظك خلاص، وليس مقصودك أنك أنت إيه ربنا يجعلك كالأنبياء معصوم بما بإيه وجوبا، لأن العصمة في حق الأنبياء واجبة وفي حق غيرهم جائزة باعتبار أن بمعنى الحفظ. وسددهم أي أرشدهم إلى السداد أي الصواب من القول والعمل، بتوفيقه وعصمته أي حفظه عن المخالفات، حفظ الإنسان عن المخالفات. شوف الشيخ علم فاهمين العصمة هنا بمعنى الحفظ، ها مش بمعنى الواجبة في حق الأنبياء وهو المنع من المعصية. ثم أوصلهم بفضله أي إحسانه، محض فضله أي الإحسان والعطاء من غير مقابل من غير قهر له، إلى رضوانه وجنته، وجنته تعالى وهي دار الثواب في الآخرة. فنسأله جل ذكره وتعالت عظمته أن يجعلكم وإيانا من أولئك الفائزين أي الناجحين أي الناجين من عذاب الله تعالى، فقد فاز، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز برحمته سبحانه وتعالى. اللاحقين بالخير، نعم. ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة والعدة والآلة والحيلة من علم وعمل، عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامته ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى. فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا كأحياء علوم الدين والقربة إلى الله تعالى وغير ذلك، احتوت على دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة فقدحوا فيها وقادوا فيما لم يحسنوه منها. فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا فيه إنه أساطير الأولين. يقول اللي زي ما عندنا عند المصريين يقول لك إيه، اللي ما عرفش يقول بطيخ، اللي ما عرفش حاجة يقول بطيخ. سيهاجم. يقول لك لو كان رب العالمين كلامه قالوا أساطير الأولين فبالك كلامنا
أواخر مكاتبه، يعني كان في الألغاز كلها وحل الألغاز كلها. يقول نعم لما نعم ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة، عايز أشوف لأنه هيقطع صوت كبير قوي في شرح كلمة، سبع صفحات في شرح كلمة واحدة. شفت كلام الشيخ يشرح إزاي؟ تسعة. الله. 12 صفحة في شرح عبارة. أنا أرى كل مش هنستوضح. شرح عبارة واحدة. طيب. قال نعم ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من الأهبة، أي التأهب وأخذ الأسباب، والعدة إعداد العدة، والآلة والحيلة من علم وعمل، عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله في سلامة، يعني محض توفيق فقط، ولا ينقطع في عقباتها المهلكة فيهلك مع الهالكين والعياذ بالله تعالى. فصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا كأحياء علوم الدين والقربة إلى الله تعالى وغير ذلك، احتوت على دقائق من العلوم اعتاصت أي استصعبت، ها؟ وألغزت، اعتاصت أي استصعبت وألغزت على أفهام العامة، فقدحوا فيها وخاضوا فيها وخاضوا فيما لم يحسنوه منها، ما لوش علم بهذا الأمر فخاض فيه خوض باطل. فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين، بيدي المثال إن الناس مش هتفهم كلامي ده كما لم تفهم كلام رب العالمين، فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين وقد قالوا فيه إنه أساطير الأولين. ألم تسمع إلى قول زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، إني لأكتم من علمي جواهرة كي لا يرى ذاك ذو جهل فيفتتن. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن، يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. واقتضت الحال عند ذوي الدين هم أشرف خلق الله تعالى النظر إلى واقتضت الحال عند ذوي الدين هم أشرف خلق الله تعالى النظر إلى كافة خلق الله تعالى بعين الرحمة وترك المماراة، فابتهلت إلى من بيده الخلق والأمر أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع ويحصل بقراءته الانتفاع، فأجابني إلى ذلك الذي يجيب المضطر إذا دعاه سبحانه وتعالى، وأطلعني بفضله على أسرار ذلك وألهمني فيه ترتيبا عجيبا لم أذكره في المصنفات التي تقدمت في أسرار معاملات الدين، وهو الذي أنا له واصف فأقول وبالله التوفيق. طيب نرجع تاني عند كلمة نعم. قال نعم استدراك على قوله هي طريق وعظ. شوف الأئمة بيشرحوا إزاي. مرة كنا بنحضر حاشية على الشيخ عليه رحمة الله ورضوانه الشيخ مصطفى عمران، فجت كلمة ومغيرة، قال لك ايه العناية دي فين؟ ما هو بيشرح متن، كلمة العناية مش موجودة في المتن خالص. خلاص أتالي كلمة العناية دي جا راجع الكلمة يعني اللي موجودة قبلها في سبع صفحات، فشوف اللي بيكتبوا ازاي. فقال اما لفظ العناية المذكور الذي سبق ذكره من سبع صفحات اي كلمة يعني، فعايز الشيخ طبعا يلا معاك. فلذلك الشيخ هنا قال لك ايه نعم، هل هذا الاستدراك بكلمة نعم؟ نعم تفيد الاستدراك. العلماء يعني موجود لا تخلو الأمة من علماء يعني، ها؟ لكن الكفاءة العالية دي نادرة بقى، يودك واحد اثنين على وجه الأرض، عشرة بالكثير بالكيفية دي.
أما ما سوى ذلك فيشرح الظاهر كده زي أحوالنا كده. قال نعم هذا استدراك، نعم تستخدم للإدراك، يعني يقول إيه ولا يجوز كذا وكذا وكذا بشرط كذا وكذا وكذا، نعم ويبتدي يحط شرط يستثني بيها شيء جائز، فهنا نعم دي استدراك، استدراك على قوله هي طريق وعر كما قرره شيخنا. قال العلامة عبد الحق ابن شاه في سراج السالكين، اسمه العلامة عبد الحق صاحب سراج السالكين اللي هو الشرح السابق على منهاج الطالبين. فهنا استدراك ليس عن العبارة الأخيرة اللي هي بتاعت ايه اولئك الفائزين برحمته، لان ما بقاش استدراك اصلا، انما الاستدراك وقع على ايه، على قوله هي طريق وعر كما قرره شيخنا. قال العلامة عبد الحق ابن شاه في سراج السالكين هو جواب لمن قال هل يمكن للإنسان أن يسلك هذا الطريق فيصل إلى مقصوده؟ قيل في جوابه نعم، بس برضو بيرجع لإيه، لهي طريق وعر، فرغم أن هذا الطريق وعر وصعب إلا أنه كأنه سئل، هل هو جواب لمن قال تقديرا كده، كأن سائلا يسأل هل يمكن للإنسان أن يسلك هذا الطريق فيصل إلى مقصوده؟ فقال الإمام الغزالي نعم، سؤال مقدر. قيل في جوابه ولما وجدنا هذه الطريق بهذه الصفة، أي من الصعوبة المذكورة والموانع الموصوفة، نظرنا فأمعنا النظر من الإمعان، وأصله أن يتباعد الفرس أي جريه كما قاله الحريري، والمراد هنا بالغنا في النظر. نعم لما وجدنا هذه الطريق بهذه الصيغة نظرنا فأمعنا النظر في كيفية قطعها، نظرنا فأمعنا النظر من الإمعان، وأصله أن يتباعد الفرس أي جريه كما قاله الحريري، أمعن الفرس أي تباعد في جريه السريع. والمراد هنا بالغنا في النظر، أمعنا النظر أي بالغنا في النظر، بالغ الفرس في التباعد أي بالغنا في النظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد وهو الإنسان مطلقا ذكرا كان أو أنثى كما في القاموس، وله معان أربعة. ينقل عن قاموس المحيط في اللغة ثم ينقل بعد كده معان أربعة. قال وله معان أربعة: عبد بالإيجاد وهو كل مخلوق لله تعالى، وعبد الدينار والدرهم وهو المنهمك في تحصيلهما وخدمتهما دائما، وعبد العبودية وهو المنهمك في طاعة مولاه، وعبد البيع والشراء وهو الذي يجوز بيعه وشراؤه سواء كان أبيض أو أسود، والذي في القاموس معنى خامس كما ذكره العلامة يوسف الصفطي. ده مستوى عالي جدا في الشرح، لازم نكمله إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى. قوله وما يحتاج العبد، كلمة العبد هو الإنسان مطلقا ذكرا كان أو أنثى كما في القاموس أي القاموس المحيط. وله معان أربعة: عبد بالإيجاد أي عبد باعتبار إيجاده وهو كل مخلوق لله تعالى، وعبد الدينار والدرهم وهو المنهمك في تحصيلهما وخدمتهما دائما، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، وعبد العبودية والمنهمك في طاعة مولاه سيده يعني، خلاص. وعبد البيع والشراء وهو الذي يجوز بيعه وشراؤه سواء كان أبيض أو أسود، والذي في القاموس معنى خامس اللي هو إيه مراد به إيه، الإنسان مطلقا ذكرا كان أو أنثى كما في القاموس كما ذكره العلامة يوسف الصفطي. ما يحتاج إليه العبد من هذه الأهبة والعدة والآلة والحيلة، قال من هذه الأهبة والعدة بضم العين أي الاستعداد، العدة من استعداد، فهو عطف تفسير.
إن الأهبة هي العدة. إلا أن العدة اتخاذ الأسباب والأهبة التأهب، ها؟ فيكون إيه؟ الأهبة باتخاذ الأسباب، باتخاذ العدة، باتخاذ العدة يعني. ما يعد لذلك الأمر، ها؟ تأهب، ده معنى عام. التأهب من ضمن معنى خاص أن تأخذ العدة، تعد العدة أي الأسباب. واضح؟ قال في المصباح: والأهبة العدة، والجمع أهب، مثل غرفة وغرف. ماشي. من الأهبة والعدة بضم العين الاستعداد، فهي عطف تفسير. قال في المصباح: والأهبة العدة، والجمع أهب، مثل غرفة وغرف، أهبة وأهب. والآلة والحيلة اسم من الاحتيال. خلاص. فالمصطلحات هنا ما يقولك كلمة الحيلة دي، ما احنا درسنا في علم اسمه علم الحيل، وده فيه خمسة أقسام. علم الحيل فيه خمسة أقسام من الحيل: المحرمة والكبيرة والمكروهة والمباحة والمندوبة والواجبة، حيلة واجبة، فده علم الحيل. خلاص. وهنا الحيلة بمعنى الاحتيال، زي المحتال في باب ايه؟ ها؟ الإحالة، في باب الحوالة. مش في محتال؟ والآلة والحيلة اسم من الاحتيال. قلنا المحتال في ايه؟ في الحوالة، اللي هو طالب، اللي هو الدائن يعني. فكل حاجة، كل كلمة يكون لها معنى خاص في باب خاص او في مصطلح خاص او في علم خاص. ماشي. فهنا الحيلة اسم من الاحتيال، وهو الوصول للمراد. خلاص. عموما: من علم وعمل، عسى ان يقطعها، اي رجاء في الله تعالى، بل تمني من الله تعالى ان يقطعها. والتمني هنا هو المطلوب، ان احنا نتمنى، لان لا عمل لنا الا بتوفيق الله تعالى، وهو محض الفضل منه. عسى ان يقطعها، اي الطريق، لانها تذكر وتؤنث. الطريق تذكر وتؤنث بحسن توفيق الله تعالى في سلامة من مهالكها، ولا ينقطع في عقباتها المهلكة، فيهلك مع الهالكين. ويخسر مع الخاسرين. والعياذ بالله تعالى من الوقوع في العقبة المهلكة، أو من العقبات المهلكة. فصنفنا، أنا فضفنا، هي فصنفنا بعد إمعان النظر هذا جواب، هذا جواب لما لما وجدنا. صلح. فصنفنا، مش فضفنا. فصنفنا بعد إمعان النظر. خلاص. هذا جواب لما وجدنا، ولما وجدنا صنفنا، فده جواب ايه؟ لما وجدنا بعد إمعان النظر، هذا جواب لما وجد، لما وجدنا في بيان قطع هذه الطريق، هذه الطريق وسلوكها كتبا متعددة، كأحياء علوم الدين وكتاب القربة إلى الله تعالى وغير ذلك. ومنه معراج السالكين، والقسطاس المستقيم، وكيمياء السعادة، ومشكاة الأنوار، ونحوها مما ذكره الزبيدي في شرح الإحياء مستوفى، لأن له تصانيف في غالب الفنون، حتى في علوم الحرف وأسرار الروحانيات وخواص الأعداد ولطائف الأسماء الإلهية وغيرها. قال النووي، المنووي نقل النووي في بستانه عن شيخه التفليسي، مش التغليسي، اسمه التفليسي،
قال نقلا عن بعضهم أنه قال أحصيت كتب الغزالي التي صنفها ووزعت على عمره فخص كل يوم 4 كراريس. قال السيد مرتضى وهذا من قبيل نشر الزمان لهم وهو من أعظم الكرامات، وقد وقع كذلك لغير واحد من الأئمة كابن جرير الطبري وابن شاهين وابن النقيب والنووي والسبكي والسيوطي وغيره. قال فصنفنا في بيان قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا متعددة كأحياء علوم الدين وكتاب القربة إلى الله تعالى من أنه سوى الدفن وغير ذلك. ومنه أي من الكتب اللي صنفها الإمام الغزالي في هذا الطريق معراج السالكين والقصاص المستقيم وكيمياء السعادة ومشكات الأنوار ونحوها مما ذكره الزبيدي في شرح الإحياء مستوفى، لأن له تصانيف في غالب العلوم في غالب الفنون أي العلوم، حتى في علوم الحرف وأسرار الروحانيات وخواص الأعداد ولطائف الأسماء الإلهية وغيرها. لو كتاب الأسنى، الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، لا مش من علوم اللغة، علم الحرف، إن كله الحرف الحروف 28 أو 29 27 أو 28 هذه الحروف إما حروف معاني أو حروف مباني. حروف مباني أي أنها جيم لا معنى لها خلاص، وحروف معاني أنها بيبحث من وراء الحرف، منهما له معاني ظاهرة زي الواو حرف عطف، في حرف مثلا حرف ظرف خلاص، وهكذا. فيكون إيه ده المعنى في الحروف المعاني، وأيضا لحروف المعاني دي أن كل حروف المباني والمعاني لها معاني ومباني مش ظاهرة، ليست كما شرحنا في الأنواع الأولى مباني ومعاني، ومعاني ظاهرة ومعاني باطنة خلاص. ومنها أيضا العلاقة بين الحروف ومنازل الكواكب ومطالعها وبين الأسماء وبين الأعداد. بالظبط، وزي وفي منه جزء ظاهر وهو ايه ايضا حاضر، ومنه جزء ظاهر زي ارقام الجمل اعداد الجمل، ان كل رقم ليه حرف ومجموع حروف الكلمه يديك عدد مناسب لقراءه الاسم. يقول ايه اذكر الله مثلا لفظ الجلاله، تلاقي ارقام الجمل يطلع 66، فيبقى ده مناسب. لذلك الف على ذلك الشيخ الصاوي في منظومة في شرح أسماء الله الحسنى للدردير، قال لك إيه؟ وهذا الحرف ينتج عند العدد كذا، أي بقى عمل أرقام الجمل وجاب إيه أو أرقام الجمل وجاب العدد المناسب لكل حرف الذي ينتج معه غالبا. فيقول لك مثلا يا لطيف تقول لها 129 مرة خلاص، واسع تقول لها 137 مرة فينتج معك خلاص. وقالوا أيضا ده مبني على علم الحرف ده، انك ممكن تضرب العدد بتاع الحرف ده العدد بتاع الاسم ده في نفسه وتذكر بيه، او ممكن انك تشوف اسمك ايه وتشوف اقرب اسماء الله الحسنى في عدد الجمل بتاعه وتذكر بيه، يبقى مناسب ليك. وينتج الشيخ الصوي يقول وينتج عند رقم كذا، وينتج عند تجد ان هو ايه اسماء علم الحرف. وفي علم اكثر من ذلك، علم الحرف ده فيه خطا اكثر، واضح اللي هو شرح منظومة أسماء الله الحسنى للصوت، شرح منظومة أسماء الله الحسنى للصوت. أنهي درجة فيه الموجودة دي؟ موجودة اللي هو أسماء الله الحسنى دي موجودة ومطبوعة في كتب، كتاب في ملكوت الله للشيخ محمد سالم، ده موجود ده الأسماء الحسنى والعلاقة بتاعتها والأرقام الحروف بتاعتها وإزاي الاستخدام، وأيضا اسمك أنت وإيه المناسب ليك، موجود القواعد دي في كتاب إيه في ملكوت الله مع أسماء الله الحسنى. محمد سالم الشيخ اسمه إيه بتاع منظومة أسماء الله الحسنى بتاع في
في ملكوت الله مع أسماء الله الحسنى. ها؟ عبد المقصود سابق. وأيضا طبعا اللي هي المنظومة اللي بيسألني عليها وهو شرح الدردير على منظومة على منظومة أسماء الله الحسنى للصال. دي فيها إيه؟ بس دي فيها الأسماء بس. ها؟ يقول لك ينتج عند كذا ينتج عند كذا. وأيضا علم الحرف له الإيه؟ الحروف المباني اللي ملاش معنى بعضهم وجد لها معنى بعمق كمعنى ايه اشاري لطيف مش من المعنى الظاهر يعني. حتى في علوم الحرف واسر الروحانيات وخواص الاعداد ولطائف الاسماء الالهيه وغيرها. قال المناوي نقل النووي في بستانه عن شيخه التفليسي قال نقلا عن بعضهم انه قال احصيت كتب الغزالي التي صنفها ووزعت على عمره. جاب الكتب ووزعها على عمر الامام الغزالي من اول ما اتولد لغايه لما مات. من اول ما اتولد فخص كل يوم اربعه كراريس. اربع كراريس كراسه 16 صفحه مثلا يقول كده. قال السيد مرتضى وهذا من قبيل نشر الزمان لهم ان الزمن نشر لهم وبسط حتى يكتبوا في اليوم اربع كراريس. وهو من اعظم الكرامات انه يؤلف في دين الله تعالى ويعلم الناس فيستمر الى يوم القيامه من اعظم الكرامات. وقد وقع ذلك لغير واحد من الأئمة كابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري له تفسير المخطوطة بتاعته 800 مجلد. المختصر بتاع تفسير ابن جرير الطبري ده مختصر. هو ليه تفسير كبير أظن يمكن تجد مجلد مخطوط ولا حاجة منه. ها؟ لكن هو مفقود يكاد يكون معظم مفقود بس 800 مجلد. وغير ما يطبع بقى لا قد يكون قريب منه لكن لما يطبع ويتحقق هيبقى يوصل الى الضعف يعتبر التحقيق. وايضا وابن شاهين الامام امام الحافظ ابن شاهين وابن النقيب من فقهاء الشافعيه والنووي والسبكي والسيوطي وغيرهم كل دول ايه توسعوا في هذا بان ربنا من عليهم بنشر الزمان لكي يصنفوا في دين الله تعالى. ابن شهاب الحافظ صاحب من حفاظ الحديث له الثقات لابن شهاب في كتاب اسمه الثقات لابن شهاب احتوت. والله تعالى اعلى واعلم عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. هنقعد في الرواق ده ولا ننتقل للرواق الثاني بعد كده؟ ها؟